طلباتكو. بقول طلباتكو. احنا كنا جايين طمعانين في كرمك يا مولاتي تشوف لنا شغلنا هنا في المملكه. فعلا اي حاجه يا مولاتي، يعني نسقي الورد، نبيع الورد، نقطف الورد، نشم الورد. ولما انت تشمي الورد انا اعمل ايه بمناخيري دي؟ انا بس اللي بشم هنا، انا الشمامه الكبيره. ولعلمكم بقى انا مش متعوده ابدا ان انا اتعشى مع العمه، لكن انتوا مقامكم من مقام هديتكم. ها ايه طلباتكم؟ احنا لسه قايلين. اصل انا وخالتي ياسمينه قلنا بقى قطعه الرجاله وعيشتهم. احنا قلنا كده؟ اه يا مولاتي، قطعه الرجاله. انا بقى وسليمه قلنا نيجي هنا مملكه الورد نعيش هنا ونسترزق، ان شاء الله نعيش خدامين تحت رجليكي. وانتوا بتشتغلوا ايه؟ انا مكاره وهي كوافيره. يعني ايه مكيره كوافيره؟ يعني انا اخصائيه تجميل، بلون الوشوش، اخبي الخدوش، اخلي الحلوه احلى، واعمل ملبوسه عروسه. دي بتعمل عمايل في البشره والخدود والوشوش، ما اقولكيش. يعني سليمه بتعملي دهانات احطها لبشرتي، اللي يشوفني ما يدينيش سني. قولي انا سني كام؟ 59. لا 42. شفتي؟ محدش بيديني سني خالص. طب والكوافيره؟ يعني ايه كوافيره؟ ايه كوافير؟ شغلتك يا خالتي. انا كوافير. تعملي ايه؟ بصي بقى، بفليكي، بحميكي، بسليكي. يعني قصدها يا مولاتي بتعمل تسريحه في الشعر، يعني ضفيره، تعمل لك زعروره، تعمل لك تسريحه الخرشوفه، تسحلل لك شعرك. فعلا بتعمل كل ده؟ طيب انتوا لو طلعتوا شاطرين في شغلتكوا انتوا هتبقوا تبعي انا، ملكي انا. بس انا عندي قوانين، لو هتقعدوا هنا يبقى لازم تحترموا القوانين. واهم قانون فيهم بقى ان مفيش واحده في المملكه تبقى احلى مني. ده الحلم؟ انا قلت مفيش حد احلى مني. انا اسفه مولاتي، انا اسفه. شفت الرقبه؟ شفت الرقبه؟ معلش يا مولاتي، معلش يا مولاتي، مفيش حاجة يا مولاتي، مفيش حاجة. معلش يا مولاتي، معلش. إخلاصي، شكرا. انتوا بقى النهاردة هتباتوا هنا، وبكرة أنا هجربكم، وبعدين أقرر. دلوقتي بقى أنا تعبانة قوي ومرهقة ومحتاجة أنام نوم عميق. يلا أعتبروا البيت بيتكم. يلا يلا نامي نامي يا مولاتي، على ظهرك، اوعي تتقلبي. بس هتتقلب هتعمل ايه؟ هتروح. هو في ايه؟ في حاجة يا بنتي؟ هو في حاجة؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ احنا لسه بناكل يا ماما. بنت، هما مالهم؟ ايه اللي تزوق دي؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ صلاح جاب جون؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه يا اخا؟ الاسد فكي ولا ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي. في ايه يا حبيبتي؟ سيبيني ارجوكي، سيبيني. في ايه بس؟ الملكة، الملكة هتنام نوم عميق. ليه؟ ايه المبالغه دي؟ يمكن بتحب الهدوء الملكه فعشان كده. هم بقى الملكه نامت. نهار اسود، ده رعب ده. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.